عن جد في ناس حياتهم كتير حلوة. أنا عم بقرأ بالمجلة. هاي حكمت، يعطيك العافية ست إسراء. الله يعافيك. يلا خلص خلينا نمشي. ماشي برتب هدول ومنمشي. طيب بتحب أني ساعدك؟ طيب خد هالكراتين وحطهم جوا. تمام. حكمت اتركهم أنا برتبهم. أنتو لا هلأ منرتبهم ما بياخذوا وقت. عرحتك بسيطة. تعبت كتير وأنا خبي جواتي، لازم تعرفي إنه بحبك. ليك هالملعون والله طالع معه. العمر شوفي شو عم تساوي؟ قلت باخد دفترك مشان نطلع بسرعة. قلت لك تحط الكراتين مو تشوف دفاتري وتفتش فيهم. لا والله أخذته مشان نطلع بسرعة. إيه شو صار يعني؟ ولا شيء، امشي. تصبحي تصبحي على خير. وأنتو بخير. يعني هلأ أنت بتحبها لأسراء؟ شفته بعيني للدفتر. لك هاي المرة متزوجة. لك ما بتحبه لزوجها، لك بتكرهه لو بتعرف شلون بيتعامل معه. لك زوجها واحد مجنون والله بيكسرك تكسير. أنا بحبها لإسراء. يعني شلون بتحبها؟ شو هي اشترت لك هاد؟ أنت بلا مخ ومانك فهمان شي بنوب. يعني إذا اشترت لك قميص واشترت لك أكل صارت حبيبتك؟ إيه اشترته وهدتني إياه. وأنا كمان اشتريت لها ورد وسيديات، اشتريتهم لأنه منحب نفس الشغلات، لنسمع نفس الأغاني. أصلاً أنت شو بفهمك؟ يا ولد طلع فيني. إسراء قالت لك إنها بتحبك شي؟ اللي صار هيك شي بيناتكم؟ ما قالت شي، ما حكيت. وطي صوتك. ما حكيت لك وأنا ما حكيت، ما قالت وما قدرت أقول اللي بقلبي. أخي أنا مو قدران أحمي إسراء من زوجها. أنت بتعرف شو يعني تتطلع كل يوم بعيونه وما تعمل شي بنوب؟ عندك فكرة عن هالشي؟